تتواصل فعاليات مهرجان العيد الوطني الذي تنظمه وزارة الإعلام في القرية التراثية بمنطقة رأس حيان ضمن موسم أعياد البحرين، حيث أعلنت الوزارة في وقت سابق تمديد فترة المهرجان حتى يوم السبت المقبل 24 من ديسمبر نظرا للإقبال الجماهيري الكبير على المهرجان. ويشتمل المهرجان على العديد من الأنشطة والفعاليات الفنية والترفيهية والأسواق التراثية التي تعكس جانبا مهما من الذاكرة والهوية البحرينية الأصلية. أقول له والله تعالوا وحيوكم قريتنا، قرية زينة وحليوة، بحرينيين ونكون بعد برا عن البحرين، يعني الخليج كله وخليجنا واحد اللي يبي يزور، يعني ما شاء الله داوي صراحة من جمالها ومن بساطتها ومن الفعاليات اللي تصير. ما شاء الله الفعاليات جدا حلوة، الأشياء متنوعة، فيها الأشياء الجديدة ممزوجة بالأشياء القديمة، وهالشيء وايد حلو شفناه. العروض اللي مسوينها من ناحية العرضة والزفة وهالشغلات وايد حلوة، تعيد فينا إحياء هاي التراث الشعبي الحلو اللي نحبه.